السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي طلبة المرحلة الأولى. إن شاء الله اليوم معانا المحاضرة الأولى ضمن الكورس الثاني سكند سمستر اللي هي محاضرة رقم 11 باعتبار التسلسل مع المحاضرات اللي أخذناها بالكورس الأول. أول محاضرة راح ناخذها بالكورس الثاني إن شاء الله راح نتناول بيها تشوه الصخور اللي هو الروك ديفورميشن. احنا عادة نسمع حاليا هالفترة ظواهر الزلازل وغيرها، يعني أي أمور تحدث ويقولوا لك أنه تأثير الفالق، تأثير خط الصدع، تأثير، فهو بالأصل بالصخور الأصل يعني المكون الرئيسي للأرض يصير حركة جانب، يعني حركة اعتيادية. الصخور تتحرك ما بيناتها نتيجة الضغوط، نتيجة غيرها، ضغط الماء، مع مرور الوقت تصير هذه الحركة. فهي أصلا حركة الأرض تسمى بالزلازل. نتيجة شنو؟ يصير تشوه بسيط بالصخور. نجي هسه راح نعرفهن شنو أنواع الإجهادات، شلون يصير تشوه بالصخور بشكل مبسط جدا. أولا شنو يعني بالسترس؟ أتوقع أنتوا هذا الموضوع أخذته بالميكانيك الهندسي ومعناه الإجهاد. الإجهاد يقصد به هي الفورس أبلايد تو ذا بودي لكل يونت أريا، يعني معناها القوة المطبقة أو المسلطة على الجسم لكل وحدة مساحة. تمام، يعني شنو انواع الاجهاد بصورة عامة؟ عندك نوعين من الاجهاد، الاجهاد اللي احنا نسميه المتماثل او المحصور الكونفينينج ستريس، والاجهاد التفاضلي اللي احنا نسميه ديفرنشال ستريس. نجي شنو فرق هذا النوع عن هذا النوع؟ النوع الاول الاجهاد المحصور او احنا نسميه الموحد اليونيفورم هو عبارة عن فورس اون ذا بودي، هي عبارة عن قوة مسلطة على الجسم ايكوال، أهم خطوة بها إيكوال، متساوية في جميع الاتجاهات، ما تشوه لك بشكل الصخر، not usually deform rock يعني change بالشيب، لكنها شو تسوي لك بالريزلت؟ change بالسايز. تمام عيني؟ تغير لك بالحجم. هسه هنا كان واضح. نجي النوع الثاني من الإجهادات يسموه differential stress اللي هو الإجهاد التفاضلي. هذا الإجهاد بيكون عكس هذا، هذا متساوي من جميع الاتجاهات، هذا غير متساوي من جميع الاتجاهات، not equal in all direction and caused by، يحدث بسبب تأثير شنو؟ القوة التكتونية اللي تأثر على الشيب وعلى الشكل، وهو هذا النوع من الهبوط هو الذي يسبب لنا حركة بصخور التربة ويسبب الزلازل. هذا هو النوع من الإجهاد، لأن يحدث بتأثير القوة tectonic force usually cause change، يحدث لك تغيير بالشكل الشيب مو فقط الحجم، يعني يحدث بالاثنين شكل وحجم. هذا ممكن يجيكم النوع كمقارنة what's the difference between uniform stress and differential stress. هذا تقول لي شيء يأثر، القوة مالته متساوية من كل الاتجاهات، هذا مختلفة من كل الاتجاهات، هذا يغير، لا يغير بالشكل، هذا يغير بالشكل، هذا يعني بصورة عامة ما يغير بالشكل لكن يغير بالحجم، هذا يغير بالشكل وبالحجم. تمام عيني؟ هاي أول فقرة خلصناها. نجي هذا النوع بثلاث أنواع اللي هو differential stress الإجهاد التفاضلي. ال type of differential stress عندك ثلاث أنواع، أشهر أكو أنواع أخرى لكن أشهر أنواع هو التنشن قوة الشد وقوة الضغط الكومبريشن والشير قوة القص. هسه نجي نعرفهم واحدة واحدة. الشد starting stress rock have very little strength، دائما الصخور لها قوة قليلة جدا ضد الشد مثل الكونكريت ما تتحمل الشد، لذلك هسه الكونكريت لأنه ما يتحمل الشد شو يسووا له بصورة عامة؟ يدعمونه بمن؟ باستخدام الخرسانة المسلحة اللي هو حديد التسليح، لأن حديد التسليح يتحمل تنسايل ستريس لكن هو ما يتحمل، فكذلك الصخور ما تتحمل قوة الشد، تكون قوة تحملها little strength under tensile stress، لذلك يصير بها بالأفضل يعني بغالب الأحيان تنكسر بسهولة. تمام، نجي على الكومبريشن قوة الضغط. تمام، قوة الضغط يقصد بها يقول لك هو عبارة عن sequence stress rock are relativity، يعني معناها إجهاد الانضغاط اللي يأثر بالصخور قوي نسبيا كل ما يكون بالأسفل under compression. تمام، بس هو بصورة عامة الصخور تتحمل النوع هذا الكومبريشن أكثر مما أنه تفشل بالتنشن. الشير أو القص هذا يعمل إجهادات متعاكسة مع الجسم. هسه نجي وحطيت لكم صورة هنا،
حتى توضع عندك. شوف هذا الكومبرجن ايش دا يحاول طبقات التربة يضغطها من كل الاتجاهات بحيث الحجم والشكل يقل، يصير بي شنو احنا ما نقول اكسبانشن، شو نسميه هذا بالضبط، هنا نسميه شورتنج، تقصير بهذا الشكل يصير. النوع الثاني يصير اكسبانشن، لان مثل ما نقول يمدد الجسم من الجانبين. واللي اخير القص، هذا يسوي روتيشن للجسم. هاي هذا الرسم ضروري تعرفونه، ممكن اجيب لك اياه بالامتحان. من اقول لك what type of differential stress with sketch، تمثل لي هذه القطعات، وقال لك تمثل لك فد مكون ضمن التربة ضمن هذه الطبقات، وتبين لي قوة الكومبرجن عبارة عن سهمين من هذا الجانب، وتقول لي هنا shortened وهنا سهمين يكونون expansion يتمددن، وتكتب لي هنا expansion، وهاي تسوي لها بهذا الشكل. بس لاحظ القوة مالته تكون محاذية للجسم، ما تضغط الجسم تمده او تضغطه، لا، وانما تكون محاذية له. هاي يسبب لك نوع من الروتيشن. هذا الرسم مطلوب، تمام عيني؟ هذا الرسم هو توضيح نفس ذاك، بس دا يوضح لك اياها شلون القوة تصير. يعني ماكو داعي تحفظ واحد معجن احفظ ذاك، لان هذا بي 3D فشوية صعب عليك، لكن هذا فقط 2D. لاحظ هنا دا يمثل لك هذا التينشن شلون دا يصير، ولاحظ القوة مالته، اهم شيء القوة تنتبه له. لاحظ هاي القوة ضاغطة، لاحظ هاي القوة يسموها مماسية او مماسة للجسم. نجي ناخذ الموضوع اللي بعد السترس، هو السترين الانفعال. اتوقع سامعين بالسترين ايضا ضمن مادة الميكانيك الهندسي. الشخص بالسترين هو عبارة عن deformation، تشوه او change in shape، او تغير بشكل الصخور، جسم الصخور، تمام عيني، عندما تكون تحت تأثير when it's under differential stress. ايا كان differential stress سواء compression او tension او shear، يسبب لك سترين بالبودي مال الصخور نفسه، بجسم الصخور نفسه. نجي انواع السترين، ذني مطلوبات، تمام. هذني هسه قلنا الثلاثة للاطلاع، تقرا هذا الرسم فقط ال2D، تجي تعريف السترين، انواع السترين، ذني مطلوبات انواع السترين. نمبر 1 الاستيك سترين، الانفعال المرن، الديفورميشن، تمام عيني. هذا يمكن يرجع الجسم اذا زلت القوة المؤثرة عليه، يرجع الجسم. 2 بلاستيك، هذا تشوه يسمونه مستطيل، لكنه شبي دائم، حتى لو رفعت يعني حتى لو رفعت التأثير راح تبقى الصخور تعاني من الباند اللي هو الانحناءات. النوع الثالث اللي هو بريتل سترين، هذا الإجهاد الهش، يعني تشوه دائم عندما يتجاوز الإجهاز قوة الصخرة، يعني الصخر بقوة، لما القوة المسلطة عليه أكبر من قوة الصخرة راح يصير تشوه دائم، ويسمونه بريتل، تتهشم، او يسمونه الاجهاد الهش. بعدين النقطة 4 الاستيك سترين، نفس تقريبا يعني الـ الاول تقريبا نفس النوع، بس هنا منطيه تعريف ثاني، والا هو هذا النوع الاستيك سترين، بلاستيك سترين، بريتل سترين، نفس. نشوف لاحظ هنا مكررات، هنا مجرد منطيك امثلة عليهن فقط مكررها لك. شوف هنا راجع بالاول، الاستيك سترين، بلاستيك سترين، بريتل سترين، مطيهن تعريف اولي، راجع كاتب لك الالاستيك سترين شلون يصير شكل الديفورميشن الحدر من المالته، والالاستيك شو يصير، والبلاستيك شو يصير. نجي هنا والبريتل شو يصير، تمام عيني، مجرد انه يعطيك امثله عليهن. وهذا يقول لك البريتل هش يكون شكل، يعني شكل التهشم مالته مثل الطباشير بالضبط، جاست لايك يسمونها شلوك، تمام. فهذه وهذا يشبه من الالاستيك سترين ربط باند بهذه الامور، وهذا يحتاج تحت تاثير شنو التمبرتشر، هذا تحت تاثير قوه ضغط الماء. فهذا الموضوع ايش اريدك انت، مجرد تحط الترجمه تاخذه مثلا كله، تسوي الان راح ادز لكم المحاضره PDF ايضا، تسوي لها سيلكت كوبي وتاخذها على على الجوجل ترانزليت، وتقعد تترجمها وتقرا المقارنات، تسوي لي جدول مقارنات بين انواع الانواع الانفعال الثلاثه اللي هو الالاستيك والبلاستيك والبريتل. اريد فد كل نوع تعطيني عنه ثلاث مقارنات، هذا يعتبر لك واجب ويجيك بالامتحان، تمام عيني، يجي هذا السؤال يجي بالامتحان. هذا الرسم ما مطلوب، اللي هو هذا مطلوب اللي يمثل لك الانواع. احنا مو قلنا ثلاث انواع عندنا، البريتل وين يحدث بهذا النوع، النوع الاول اللي هو الالاستيك الكذا، هذه ضمن الصخور التربة من ناس سترين ومن ناب ديبث العمق. ف
فهاي الانواع هنا اللي يمثل لك اياها بهذا الرسم. هذا الرسم ممكن يجيك سكتش، لكن هذا ما مطلوب. تمام عيني، هذا يبين لك نوع الانفلاق اذا حدث للتربو هي كانت داخل البحر. شوف لاحظ شلون تتغير، حتى موجات المياه تتغير، يصير بها نوع يسمونه ترانزيشن فلو او سكورد. نجي اخر يعني فقره ناخذها من هذه المحاضره، اللي هي العوامل اللي تاثر على نوع السترين، يسمونه بيرمننت سترين. شنو هي الاشياء اللي تسبب لك انفعال دائمي ما يزول؟ نمبر 1 البريشر والتمبرشر، الضغط ودرجات الحراره، هذه المؤثر الاكبر اللي يسبب لنا سترين. كونفيننج ستريس اللي هو الاجهاد المحصور، كل ما تكون عندك هناك اجهاد محصور داخل التربه يتولد لك بهذه التربه نوع من الستريس والاجهادات، وبالتالي راح يصير عندك سترين. التايم تمام، ووقت او معدل الاستطاله، ايش قد كان معدل الاستطاله؟ كل ما يكون كبير فاكيد راح يكون هذا التشوه او احنا نسميه مو تشوه وانما نوع من الاستطاله دائميه الانفعال. بعد شنو عندنا؟ عندنا التركيب المعدني الكومبوزيشن اللي يشمل لك طريقتين، هذا بي يشمل لك المينرال كومبوزيشن التكوين المعدني، ويشمل لك يعتمد على كمية الماء او السائل، اي سائل موجود ضمن الروك. هذه احد العوامل اللي يسبب لك الاستطالة او التشوه الدائمي الانفعال الدائمي. هاي محاضرتنا لهذا اليوم، اذا عندكم اي سؤال او استفسار تقدرون تراسلونا على القناة، ان شاء الله راح نتناولها ضمن القاعة الدراسية. نلتقيكم إن شاء الله بالمحاضرة القادمة، دمتم بأمان الله وحفظه.